اليوم كما يعلم الجميع وبناء على الرزنامة المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية الخاصة باختبارات بداية اختبارات الفصل الأول، الحمد لله يعني بعد مسح للولاية في هذه الصبيحة بناء على التقارير الخاصة بمفتشي الإدارة ومفتشي البيداغوجية أن كامل المدارس الابتدائية شرعت في اختباراتها وبصفة عادية جدا دون تسجيل أي تأخر أو أي إشكال في هذا الموضوع.